صباح الخير هنادي، حياك الله. صباح كل عام وانت بخير مقدما. رمضان عام وانت بألف خير. رمضان خلص، يلا الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. خلينا نشوف ابرز الاعمال والمسلسلات اللي الان قاعد نشوف كثير على ام بي سي، اعلانات ويعني مقاطع ترويجيه للمسلسلات، وكل الاعمال ما شاء الله يعني تشد ان الواحد يتابع. صح، السنه الماضيه عم نقول كنا كان في نشاط مش معقول كثير كبير، على ما يبدو كمان هي السنه في نشاط كثير كبير، في اعمال بتطير العقل. انا كثير متحمسه وضايعه شو بدي اشوف. هاني خلينا نبدا باستعداد اخر بروموهات مسلسلات رمضان اللي تم الاعلان عنها واللي حتكون على شاشه الام بي سي. أول عمل حنحكي عنه هو مسلسل العاصوف بالجزء الثالث للنجم ناصر القصبي وحبيب الحبيب، ليلى سلمان، عبد العزيز السكيرين، وريم عبد الله. نشوف البرومو. مسحور أنت؟ تم ولا كلمة. أنا كل شيء عرفته. أكيد هذه حرمة ساحرت. وش فيت؟ تخيل من وين يجي الخير بعد اللي سويته؟ وش سويت؟ خالتك ولا تتركني. هذا شيء اطلاق نار. اللي يخرب امن البلد مو بس يعتقلونه، اللي يطون على خشمه. العاصوف الجزء الثالث على الام بي سي 1. رمضان يجمعنا. أما العمل الثاني هو مسلسل رانيا وسكينة بطولة مي عمر وروبي، واللي تدور أحداث هذا العمل المشاهدين عن فتاتين من طبقتين مختلفتين تجمعهم قصة هروب، فخلونا نتابع. أنا وإنت عندنا لست الجرائم قد كده يا سكينة. لو سلمنا نفسنا هيركبونا المرجح. هيركبونا المرجح إزاي؟ مشنقة يعني يا رانيا. كنت في عربيتي اسعف، وانت شكلك كده كنت عامله حادثه او حاجه، فحطيتي معايا بالعافيه وانا بقى اضطريت امشي. يلا يا ست الكونتيسه. يمكن في مصيبه كبيره ولابسينها انتوا الجوز. لو اهتميتي بنفسك شويه شكلك هيتغير، ما حدش هيعرفك. انا لو اهتميت بنفسي مصر هتخرب. مكافاه نص مليون جنيه لاي شخص يدلي بمعلومات تدل على مكان رانيا صنهوري. بقالي كتير قوي ما اكلتش اكله حلوه. طب وهم منزلين حلو قبل الاكل ليه؟ ده سوشي. ايه سوشي؟ انا عاوزك تقتلي الدكر اللي انا شايفه ده. هو انت يا اسطى الشيطان مأجر دماغك مفروشه؟ انت عايزني انزل هنا؟ دي تربه جديده محدش اتدفن فيها قبل كده. هذا بانتو كتير حلو. والله رائع، واكيد يعني عمل من بطوله نجمتين مي عمر وروبي. اشتقنا لها بالروبي بالاعمال هيك المسلسلات فعلا. واضح انه العمل ماخذ طابع كوميدي ايضا. ايه على فكره انا بحس نحن بحاجه نشوف شيء كمان كوميدي برمضان، يعني الجانب الاجتماعيه والجديه. حلو يكون في شيء كمان طبعا طابع كوميدي. حلو انه يكون كوميدي، وحلو انه ايضا لنجمات مش لنجوم فقط، لان تعودنا دائما الجانب الكوميدي يقدمونه ممثلين، لكن بهذا العمل ممكن نشوف الجانب الكوميدي من 100%. والعمل هذا ايضا له اجواء في المطارده، وحقيقة أنا شفت في صورة نزلتها روبي، يمكن عرضناها احنا مع المشاهدين من فترة، حطيناها الحلقة الماضية. فواضح إنه العمل متعوب عليه، ونتمنى إن شاء الله التوفيق، ونتمنى لكل المشاهدين متابعة ممتعة يا رب. أكيد. الثالث العمل الثالث اللي حنحكي عنه هاني هو مسلسل توبة، اللي بتدور أحداثه بحي شعبي ببورسعيد، هو بطولة عمر سعاد، سيبا مبارك، وماجد المصري. نشوف مع بعض. أحمد عبد الوهاب الشهير بتوبة، ابراهيم صبر هاشم الشهير بالدباح، دول اتنين اخوات من ام واحده. توبة فتاه خزن وخراط ما حصلش. ايدك الشقيانة ده هيك؟ انا عم بندم الحاضر. بند دماغه شغاله. يعني انت عايزنا اشغل معايا واحد سوادي؟ العيب مش في الواد المسجل. لا. العيب فينا احنا. الرجاله لما بتكون من اسوانا ما يتعدش عليها العيب. مش هتقول لي كنت فين السبع سنين اللي فاتوا دول؟ هو ده عيب. المخزن وسرقت البضاعه ليا طرزان. الناس هنا ادوني فرصه للحياه فعشت. انا غرمه فرضوكم يا جدعان، وانتوا لبانه. الجواز ماهوش بالعسل. اقف جنب اخوك. ده مين؟ الواد توبه ده لازم يرحلوا على ظهر الخيبه. احب اسمن قبل ما اذبح. توبه على ام بي سي 1.
كمان هاني بالتزامن مع الإعلان عن بروموهات المسلسلات كمان بدأ الحديث عن الفنانين اللي رح يغنوا تترات المسلسلات، من أبرزهم هاي السنة الفنانة أنغام والفنانة نانسي عجرم. نشوف مع بعض. صراحة كتير مثل ما قلنا نجوم مهمين وكبار عم يعملوا تترات مسلسلات السنة برمضان.